مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ويمكنكم التواصل معنا عبر ما شاهدتموه الآن على الشاشة، وأيضا رقم خدمة الواتساب سيظهر أمام حضراتكم الآن، يمكنكم التواصل معنا من خلاله على الهواء مباشرة. على بركة الله نبدأ. وكان معنا بالأمس سؤال فضيلة الدكتور عن حكم تربية الكلاب، ويعني هو السائل معرفش يقصد بقى اقتناء الكلاب أو تربية الكلاب، ولكن اللفظ اللي هو قاله حكم تربية الكلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا حكم اقتناء الكلاب، النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا يتخذ الإنسان كلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع. ومن اتخذ كلبا غير كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع نقص من كل يوم من حسناته قيرتان من الحسنات، وكل قرة من هذا مثل جبل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الكلاب إلا هذه الثلاثة فقط. بعض العلماء أضاف إليها ما يحتاجه الإنسان، يعني مثلا إيه؟ إنسان مثلا سكن في بادية أو سكن في الأرض الزراعية أو سكن في مكان بعيد، فيلا بعيدة وهكذا، فعندئذ هو يحتاج إلى كلب مثلا أو بعض الكلاب أو الناس اللي عندهم مصانع مثلا ويخشون مثلا من السرقة أو شيء، فهذا أيضا بعض العلماء أجاز هذا. أما تربية الكلاب في الدور في المدينة، تمام، يعني احنا الان بنتكلم الاصل ان الكلاب تكون للزرعة او لمثل هذه الاشياء، للصيد او هذه الاشياء، لكن تربية الكلاب في الدور للحاجة كما يكون مثلا انسان عنده بيت او عنده فيلا او خيف او مثلا في وقت نهب وسرقه ومثل هذه الاشياء، فالعلماء مختلفون في هذا. فالشافعيه في قول والحنابله في قول والمالكيه قالوا انه لا يجوز في الدور، تمام. المالكيه معايا، زي لدرجه ان الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله هو في كتاب الرساله نص على الحرمه، فلما كان في عصره اتخذ كلبا فقيل له لما اتخذت كلبا ومالك ينهى عن اتخاذ الكلاب في البيوت، تمام، قال لو راى مالك زماننا لاتخذ اسدا ضاريا، يعني اتخذ اسد يعني وليس كلب يعني. فهنا بترجع لحسب الايه الحاله الموجوده، نعم، فقه الوقت والزمان والحاله يعني. والحاله ممكن انسان مثلا رجل كبير ولا يوجد احد معه في البيت فهو يحتاج الى كلب او امراه او شيء، ممكن هذه الاشياء يقال فيها بالجواز شويه. الامر الاخر ان القول الثاني عند الشافعيه والروايه عند الحنابله على انه يجوز اتخاذ الكلب في الدور في البيوت في العمران، تمام، يعني يكون عندك كلب، لكن ايضا هذا ايه؟ هذا سينقص من أجرك كل يوم قيرتان، واضح زي. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، تمام. الملائكة هنا المقصودة ملائكة الرحمة، فالإنسان بيحرم نفسه من دخول ملائكة الرحمة في بيته. والأمر الآخر إن هو حسناته مش كتيرة جدا، يعني إن حسناته مش كتيرة إن كل يوم قيرتين يعني من الحسنات، لكن هذا كله في إيه؟ في الكلب الذي فيه منفعة. طب الكلب الذي يؤخذ للزينة والتربية فقط والمعروف الآن في البيوت، هذا الإمام النووي رحمه الله قال في شرح صحيح مسلم وكذلك في المجموع أنه لا خلاف بين العلماء على أن الإنسان إذا كان يتخذ كلبا للزينة أو للتفاخر أو للمفاخرة ومثل هذه الأشياء فهو حرام بلا خلاف، تمام. والأحناف عندهم تفصيل شوية، وإن كانوا يقولوا بالقراءة إلا أنهم قالوا لا ينبغي للإنسان أن يتخذ كلبا إلا كلب حراسة أو كلب للصيد أو كلب للإيه للماشي، يعني حتى الأحناف الذين يجوزون هذا. طبعا في تفصيل كبير جدا في الكلب، لأن الكلب إما يعني في حكم في نجاسته هل هو نجس ولا لا، وحكم بيعه هل هو يجوز بيع الكلب أم لا، فدي لهم تفصيل كتير. فمعنى الآن، بس هل فعلا الإمام مالك قال أن الكلب ليس نجس؟ الإمام مالك عنده قاعدة، هي إيه القاعدة؟ إن كل شيء على ظهر الأرض حي فهو طاهر، حتى الخنزير عنده طاهر، حتى الخنزير، نعم، لأن هو كل الحياة عنده هي علة الإطار، الموت هو علة النجاسة، تمام. فالإمام مالك يرى أن كل شيء حي فهو طاهر. طيب أصل المسألة دي شائكة جدا يا دكتور، وبيجي لنا عليها أسئلة كتير جدا، مسألة نجاسة الكلب، نجاسة الكلب وطهارته واقتنائه وتربيته والحاجات دي كلها، وحضرتك فصلت. لا لسه ما فصلت في هذا، تمام. أنا فصلت في اقتنائه، أنا فصلتش في هو اللي هو طاهر أم نجس. طب تمام، وبيعه يعني، تمام. لو نقول بقى في موضوع طهارته من عدم الكلب، اختلف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس على ثلاثة أقوال. طيب قول
الشافعية وهو أشد قول في المسألة، ورواية عن أحمد، وقيل هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية. أيه. على أن العين الكلب نجس، يعني كل الكلب نجس. أيه. سواء شعره أو لعابه أو أي شيء في الكلب نجس. نعم. فإذا لمس الإنسان لمس الكلب وفي حالة رطوبة أحدهما، يعني الآن مثلا لو أنت إيد الإنسان جفة والكلب ناشف يعني ما فيش حاجة، فعندئذ لا يتنجس، لا يوجد إشكال. أما إذا كانت إيده مبلولة أو الكلب مثلا خرج من ماء ومبلول فوضع يده عليه فإيده تتنجس الآن. جميل. هذا قول. القول الثاني هو قول عكسه تماما، هو قول المالكية. وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله أن الكلب طاهر كله حتى لعابه. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. صحيح. والله سبحانه وتعالى أذن في صيده، ولو كان لعابه نجس لما أذن في صي... في 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 ان احنا ناكل من ايه من مما صاده اللي احنا بنصطاده والكلب بيجيبه بفمه. نعم. هذا قول مين؟ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، واختيار جماعة من أصحاب المذاهب الأخرى. طيب طبعا في تفصيل كثير بس أنا بختصر كثير يعني. تمام. القول الثالث وهو الأصوب والأصح أن عين الكلب ليست بنجسة وإنما لعابه فقط هو النجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، تمام، فليركه. ثم ليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، آخرهن بالتراب، على اختلاف الروايات في هذا. فالعلماء قالوا لولا أنه نجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، تمام، ولا أمر بغسل منه سبع مرات. فدي دليل على أن إيه؟ على أن لعابه نجس. طبعا باتفاق طبعا الروث وعزكم الفضلات ونجسه، لكن احنا كلامنا في الايه في اللعاب وشيء. فهذا القول هو الاصح، ان شعره وجسده طاهر واما لعابه فنجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باراقه الاناء منه، تمام، فدل ذلك على انه ايه، على انه يعني نجس، ولولا انه نجس يعني لما امر باراقته. طبعا في نك احاديث اخرى وشيء. تمام يا شيخنا، جزاكم الله خيرا.